اللعبة الذي ظلت في خلال الجولات الماضية دون اللاعب عليها لعدم الجاهزية. قدم نفسه بصورة كبيرة وإيجابية من خلال الجولات الثلاث الماضية. هنا الإعادة لكرة بيدرو كفيراتيتي. علي زغان يرسل كرة قوية لكنها عالية مرت إلى خارج أرضية الملعب. من الطرف الأيسر للفريق الفتحاوي للوصول إلى مرمى عز الدين دوخة بكرة عرضية. الله عز الدين دوخة، شوف عرضية شارحيلي رأسية زغان، لكن التألق يأتي من جانب العملاق عز الدين دوخة. يعني في اللقاءات الثلاثة الماضية الركلة الحرة المباشرة، يترك الكرة لدى السالك، يمرر كرة عالية ذكية لدى أندريا برأسية. لازالت المحاولة الحدية قائمة. محمد السيد الضوء ما سيطر على كرة اسمه فيسكالا، خطأ من السيد الضوء. أكثر من لمسة، محاولة المرور والتوغل لمحمد محسن بكرة ما بين كل هذه القمصان. وقويتي مطالبة بركلة جزاء، لكن أيضا عبد الرحمن السلطان يأمر بالاستمرارية ولا وجود لركلة جزاء للواقع على أرضية الملعب. أندريا مطالبات بركلة جزاء في اللقطة الماضية من جانبي. هل يشهد شوط اللقاء الأول هدف أول محمد الضو؟ الضو بأولى كرة أحد، لكن للمزيد يبعد الكرة الماضية إلى ضربة ركنية. أخطر المحاولات لأحد ذاتي عن طريق محمد الضوء. رونالدو سيلفا، سيلفا سدد والمزيد يبعدها. في الثلاث جولات الماضية هذه كرة رونالدو سيلفا التي أرسل نقلة لدى علي زغان. علي زغان يحاول بالقدم اليسرى بتسديدة لكنها اصطدت، بعد ذلك تحولت إلى ضربة ركنية أخرى للفتح. فتح الجبال والمتابعة لكرة وبعدت من رونالدو دي سيلفا، ولا زالت المحاولة مستمرة تبدو خطيرة. جول! شرحيلي كاد أن يصيب مرمى أحد، لكن كرة اصطدمت في جواو بيدرو الذي قام بالدور الدفاعي بجانب دفاع أحد. شوف كرة الشرحيلي، صدم اللاعبين لأحد وساندرو مانويل على التنفيذ، يرسل كرة عالية. جول! جول للفتح عن طريق علي زغان. هدف أول يأتي الآن بالنسبة للفتح. تصطد، شوف 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 شوف، أرسلت رأسية الأولى من جانب بيدرو على الأرض، تدخلت في الأولى دوخة وفرصة في الثانية، والزقام بعد ذلك يصل إلى الشباك ويكسر الصمود الأحدي الذي كان حاضرا في اللقطة الماضية. هدف مقابل لا شيء يأتي من جانب الفريق الفتحاوي. علي زغان عن التقدم والتعزيز ذلك ربما بهدف ثاني. علي زغان بانطلاقة، عز الدين دوخة يمنع زغان من إضافة هدف ثاني من خلال المحاولة الماضية. علي زغان تقدم، حاول، سدد وسط الدفاعات الأحدية. دوخة نوح الموسى يرسل كرة عالية، والرأسية تأتي بهذه الصورة من جانب سميث سكالا في الفريق. ويا ما شاء الله على عز الدين دوخة واستغلال الكرة العالية. عبد الله اليحيى أرسلها ارتقاء من فورسا، والكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. هذا فورسا حاول التقدم، لاعب الذي يملك البنية الجسمانية، يملك الحضور، لكن أيضا سيلفا الصافرة لويز إدواردو سدد المزيد في الأولى. عمر كرة بيدي علي المزيدي 50 دقيقة
من زمن اللقاء. علي زقان انطلاقة خطيرة تبدو، محاولة التغطية وكرة في الشباك. الوصلاتي يعطي الأمان والاطمئنان للنموذجي، والكرة المرتدة بدأت بمرور من الوصلاتي، حاول وبينية عمر في الكرة والتصدي، وبعد ذلك عبد القادر الوصلاتي النجم التونسي يعطي التقدم بهدف آخر للفتح، هدفين مقابل شيء للنموذجي. بدقة متناهية الحديث عن دفاع الفتح، رايد الخامدي سدد وكرة بتمر إلى خارج أرضية الملعب. رايد الغامدي البديل الذي يعطي إضافة في خط الهجوم لأحد، يرسل كرة لتمر إلى ركلة. هو من جاء ببطولة الدوري قبل أوان، محمد محسن يقع، ويبدو لأن هنالك لدينا بطاقة صفراء أخرى، ومن ثم البطاقة الحمراء تظهر لها عبد القادر الوصلاتي ليشهر بعدها الكرت الأحمر. شوف التدخل من قبل الوسط، إلا بالتنويع بالتسديد بالكرات الثابتة، هنا تسديدة من جانب لويز إدواردو، لكن مرة أمام أندريا مانويل. صافي رجعت كرة مرر عالية، محاولة رأسية لكن أيضا سهلة في يدين، تمريرا ولمسا للكرة، محاولة في مكان خطير وكرة بتضيع من جانب اسمي حان البديل الذي يأتي، اللاعب الذي يأمل الفريق الأحدي الاستفادة أيضا من ما يملك هنا. الكرة التي أضاعها اسمي حان، السيد فتح الجبال، كرة عالية يكسب معها للمزيد خطأ، لا الاشتراك من جانبي إدواردو من لم يأتي بالإضافة، هنا رأسية من جانب أدريا. نوح الموسى يرسل كرة قوية وببعد بقبضة اليد من جانبي عز الدين دوخوي. هنا الآن كرة من جانب دي سيلفا، تسديد أيضا تصطد في حائط الصد وتعود علي المزيدي، وصافرة الآن